في زيارة لوكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي ومسؤولي من السلطة المحلية ووفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP المنسق الوطني لمشروع سيري في اليمن باسم السقير والمنسق الميداني نصار عرهب ومسؤولة المراقبة والتقييم الآنسة ودياني لمشروع تعبات مع تدشين مشروع جديد مشروع صيانة طرق أسفلتية في مديرية صالح وكذا تسليم نهائي لمشروعي رسم 7 شوارع لمنطقة الأشباط وشبكة الصرف الصحي بالدار. وقد اختلط الزيارة والتسليم والتدشين فرحة الأهالي والأطفال لما لمسوه من مشاريع حيوية يحتاجها المجتمع. يمثل مشروع افتتاح طريق ثعبات أو تنفيذ شارع في ثعبات يعني فائدة كبيرة للناس والأهالي، حيث أنه يلعب دور في التخفيف على ثقل على عن كاهل الأهالي، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعني يحتاجون إلى هذا الشارع بشكل حيوي. كذلك يساهم في تخفيف المعاناة عن الناس في إيصال المواد الغذائية ومواد البناء إلى غيره. فالمشروع يعد يعني خدمة حيوية للمجتمع ويمثل يعني نواة في ترسيخ بنى التنمية إن شاء الله في المنطقة. وتأتي هذه المشاريع بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية وضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن الممول من الاتحاد الأوروبي وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP من خلال منظمة أجياب بلاقات، وتعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة المؤسسات المحلية في محافظة تعز وتحسين البنية التحتية المحلية. المشروع رص طريق ثعبات بطول 600 متر طولي، كان يتمثل المشروع برصف حجر حبش 50% من الشارع ورصف خرساني لبقية الشارع. المشروع دعم من برنامج بدعم الاتحاد الأوروبي، تمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتنفيذ عبر منظمة أجيال بلاقات. افتتح اليوم 3 مشاريع تنموية في الطرقات، كانت تعبات ضمن هذه المخططات في عمل وتشقي طريق لأجل مساعدة الأهالي في نقل حاجياتهم إلى مناطقهم الذين كانوا يعانون الأمرين لنقل أشيائهم وأمراضهم.